السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عوض فيديو جديد. الفيديو ده هتكلم عن رسالة وصلها لي ابو فلة. وصلها ليش انا بس، وصلها ليا ووصلها لكل اللي بيتفرج على الفيديو. تابعوا معايا للاخر بهتعرفوا الموضوع. بس قبل ما نتكلم على موضوع ابو فلة، عايز احتفل بحاجة مهمة جدا حصلت في القناة، والحاجة دي اللي هي ان احنا زدنا مشتركين. الحمد لله بعد ما نزلت اخر فيديو الحمد لله بقينا زدنا مشتركين. يا ابني انت عبيط يا ابني، يعني الناس تقول الحمد لله زدنا 10000 مشترك، زدنا 100000 مشترك، انت جاي تقول لي احنا الحمد لله زدنا مشتركين؟ يا عم انت مالك، انت مالك؟ انا مبسوط يا عم بالاتنين، مبسوط بيهم، انا فرحان بيهم يا عم. بقول لك خليك انت كده، خليك انت كده، اقسم بالله افضل فرحان بالارقام، توصل ان شاء الله ل 100000 بعد 5000 سنه قدام. طب انت خليك انت بره عنها بس، وانت الله هوصل لل100 وال10000 اللي انت بتقول عليهم دول والمليون كمان، بره عنك انت بس مالكش دعوه. حاجه تفرحني جدا ان انا زدت مشتركين مره واحده. اهلا بيكم يا الاثنين اللي اشتركتوا في القناه، انضميتوا لاخواتي اللي في القناه كلهم. لما حد يعلق على اللي متعلق في الحيطه دي، هو كان في مسامير في الحيطه، ولما خلعت الحاجات اللي كنت معلقها في المسامير فكانت عامله شكل مستفز، ومش لاقي حاجه اعلقها على المسامير، لقيت قدامي شاحن فقلت اعلقه خلاص. ويلا بينا نبدا موضوع ابو فل. عشان خاطر اكون صريح معاكم، هو الريكورد بعتش ليا انا، اتبعت لواحد يوتيوبر زي اسمه محمد عاشور برضه يوتيوبر يعتبر لسه بادئ. بعت رساله لابو فله، وبرغم الملايين اللي عنده دي كلها رد عليها ابو فله بريكورد جميل جدا. هنسمع الريكورد دلوقتي مع ابو. الامر يجي على حسب شغف الواحد وحبه للشيء اللي قاعد يسويه. انا معاك اكيد المشاهدات، معك حق اكيد مرات المشاهدات بتكون ما تعجبك ونازله حيل وتحس انه لا ما، لكن الخطا ليس لا تجعل الخطأ بالمحتوى أو الهدف اللي أنت قاعد يعني تحاول إنك توصله. يعني مثلاً الجيم، أنا بداية كنت ما كنت أجيب مشاهدات عالية، فشنو سويت؟ عرفت إن المشكلة بطريقة إنتاجي للمقاطع، بطريقة إلقائي لك، لقيت مشكلة عندي، فلما غيرت الطريقة حقتي لطريقة أفضل شفت نمو بالمشاهدات. اهم حاجه من ضمن النقاط الجميله اللي قالها ابو فله في الريكورد، قله المشاهدات اكيد مشكله في صنع المحتوى نفسه، مش في اليوتيوب، او زي ما انا كنت بقول في الحظ قبل كده. الاول ما انا بدات المحتوى بتاعي ما كنتش بجيب مشاهدات برضه، يشوف ايه الغلط في ايه، يشوف الناس اللي شبهه في نفس المجال بتاعه يقدموا ايه مختلف عنه، لحد ما طور من نفسه غير، وصل للمرحله الناس كلها تحبه، وصل لارقام قياسيه كبيره جدا. شوفوا الجزء الثاني بقى من الريكورد. الخطا شوف محتوى حقك، اتمنى تشوف محتوى حقك وتشوف الناس مثلا اللي ينزلون نفس محتواك، شوف مشاهداتهم كيف واصله، ليش تميزوا بهالشيء هذا، قارن نفسك فيهم، اكيد راح تلاقي سلبيات كثيره عندك، لازم، لان محتواك ما راح يكون شيء قوي او ما راح يجيب مشاهدات اذا ترى اليوتيوب مو ظالم، اذا ان الناس ما قاعده تتابع، فهذا دليل ان في شيء غلط في محتواك. شوف طريقتك في الالقاء، طريقتك في انتاج المقطع، مونتاجك، الزبده انتاجك كامل، شوف في شيء خطا، اكيد في شيء خطا. بعد ما تعرف شو الخطا، استمر بالطريقه الجديده، عدل الخطا، واصل، ربي راح يفتح لك، وانت راح تشوف نمو بالمشاهدات، راح تشوف تعليقات تحفزك، راح تشوف ناس وياك قاعد يقولون انت والله تستاهل انك توصل مشاهدات عاليه، تشوف ناس وياك قاعده جماهيريه، حتى لو انه 10000 بس 10000 يحبونك مره. وبرضه من النقاط الجميله اللي ابو فله قالها في الريكورد، ان كل الناس كانت بتقول لك ما تقارنش نفسك بحد. ابو فله قال لازم تقارن نفسك بالشخص في نفس المجال بتاعك، او مش في المجال بتاعك بس شخص ناجح، لازم تقارن نفسك بيه، تشوف ايه الاختلافات اللي ما بينكم، تشوف الحاجه اللي مميزاه عنك ايه، الحاجه اللي خليته تكبر بسرعه، الحاجه دي ما تخلكش تحبط ان هو كبر بسرعه، لا قول تعمل شبه الشخص الناجح ده بس بطريقتك، ايه زي ما بيقولوا تحط التاتش بتاعك. وكمان في حاجة حابب انوه عليها، ان فيديو قصتي في العيد ده، فيديو التحرش بتاع قصتي في العيد، قرب على ال 100000 مشاهدة خلاص، فضلوش حاجات كتير يعني. لو ما شفتوش انصحك ان انت تشوفه، هحط لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت. الفيديو ده قصير، حبيت اشاركه معاكم كده على السريع. ما تنساش تحط لي لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناة. بس اشوفك على خير، احسن ناس في الدنيا، سلام.